الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وإن لم يكن على الإنسان شيء من اللمم والصغائر فتكون الصلاة كفارة لماذا؟ فنقول هذا غير متصور في أحد، حتى أنبياء الله عز وجل جوز أهل السنة عليهم فعل الصغائر وهي المسمات باللمم، هذا لا بد أن يلم الإنسان به. لكن إن تصورنا إنسانا يمشي على الأرض وليس عنده لا كبيرة ولا صغيرة، إن تصورنا ذلك فينقلب هذا التكفير إلى رفعة الدرجات، لأن أصل التكفير لرفعة درجته، فإذا لم يكن ثمة تكفير فيبقى المقصود الأعظم وهو رفعة الدرجات. فإذا الله عز وجل يريد بهذا التكفير التخفيف ورفعة الدرجة، فإذا انتفى التخفيف لعدم وجود ما يوجب التكفير فيبقى رفعة الدرجات، فينقلب التكفير في حقه إلى رفعة درجات. هذا إذا تصورنا ذلك، ولا أظن ذلك موجودا. فإذا يصدق عندنا هذا الضابط وهو قولنا الصلوات كفارة.